حضورنا الكريم، مساء الخير، مساء الأرواح التي تستعد للتحليق في سماوات الإبداع، حيث تتخفف من كل أثقالها لتعيش لحظات الكشف الروحي مع لغة الكون التي تتقنها الأرواح الجميلة الشفافة. منذ أن وطأت قلوبنا أرض الكويت الشقيقة ونحن نحاط بكرم هذا البلد وبلطف أهله الغامر، لذا نحاول في هذه الأمسية الموسيقية أن نرد بعض ذلك الكرم المتدفق كتدفق أمواج الخليج نحو قلوبنا. جئنا من عمان وجاء معنا محلقاً على صفحة الغيم والحلم معلم من معالم عمان الثقافية التي نفخر بها، وهي الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية. وإذا كانت عمان تملك رصيداً موسيقياً ضخماً ومتنوعاً، فإنها توجت ذلك الثراء في الثمانينيات بإنشاء هذه الأوركسترا، ثم بعد ذلك توجت المشهد بافتتاح أول دار للأوبرا في المنطقة الخليجية والثانية في العالم العربي، حيث جاء تأسيس الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية في شهر سبتمبر من عام 1985 بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. الذي آمن بدور الفنون في إرساء الثقافة والسلام والتعاون بين الأمم، ويقينه بضرورة تطويع الموسيقى كأداة إنسانية مهمة في نشر قيم إنسانية مثل السلام والتسامح والتعايش بين الشعوب، وهي المبادئ العظمى التي ننعم بها في سلطنة المحبة والمفاخر والسلام عمان. وإنما يدعو للفخر حضورنا الكرام أن سر نجاح الأوركسترا، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، يعود إلى كونها اعتمدت ومنذ مرحلة مبكرة من تأسيسها على مجموعة من خيرة الشباب العمانيين الذين يستحقون الثناء على التزامهم وتفانيهم نحو فنهم. نترككم الآن مع لغة السلام ولغة المحبة، حيث تحلقون عالياً وتنعمون بدفء الموسيقى ورقة أوتارها في هذه الليلة العمانية العالمية، وقتاً ممتعاً مع الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية.
Thank you.
Thank you.